خالد ابن الوليد. ماشي. The sword of Allah. The sword of Allah يعني سيف، سيف الله. يبقى خالد ابن الوليد the sword of Allah يعني سيف الله. ماشي. تمام كده. The sword of Allah. هنخش على طول على الجزء بتاع الأسئلة. ماشي. خالد الوليد بيقول لي can anyone، هل يستطيع أحد relate، تمام، the event، the events that lead to the victory، تمام، the expansion of Islam without mention the name of the famous Muslim leader خالد بن الوليد. بيقول لك هل يستطيع أحد أن يذكر، تمام، النصر العظيم بتاع الإسلام والفتوحات الإسلامية من غير ما يذكر اسم خالد بن الوليد. expansion، expansion يعني الفتوحات والتوسعات بتاعت الإسلامية. without mention، من غير ما يشير، mention يعني يذكر، mentioning the name of the famous Muslim leader، إلى مسلم، إلى قائد من أعظم قوات المسلمين، تمام، خالد بن الوليد. طبعا قالوا لي no he can't، لا يستطيع أحد، تمام. طبعا هنشوف خالد ابن الوليد عمل ايه وكده. حاول تحفظ معايا دلوقتي، تمام، حاول تحفظ معايا السؤال اللي نقوله، القطه على طول واحفظه، احفظ كلمات ليه عشان سهل عليك الدنيا. يبقى اول سؤال معانا بيقول هل يمكن لاي شخص ان يروي الاحداث التي ادت الى انتشار الاسلام دون ذكر القائد المسلم الشهير خالد بن الوليد؟ نقول no no he can't، no he can't يعني لا يستطيع أحد، تمام. anyone relate، relate relate يعني يروي أو يحكي the events، الأحداث، events that lead to the victory، التي قادت إلى النصر أو أدت إلى النصر، تمام، والفتوحات بتاعت الإسلام. طبعا نقول no he can't، لا يستطيع أحد. ده أول سؤال. من هو خالد بن الوليد بقى لو انت بتسال نفسك السؤال ده؟ طبعا خالد بن الوليد، بما ان احنا مسلمين انا ليه مش بقرا الاسلاميك زي القصه؟ لان الاسلاميك اوريدي انت فاهم القصه بتاعته، يعني انت عارف خالد بن الوليد عمل ايه في الحروب، وكان اسمه سيف الله المسلول، وعمل ايه في غزوه احد، والقصه دي كلها، وهناخدها لو انت ما تعرفش كمان، تمام. وات ووز خالد ابن الوليد، تمام، المفروض هنا هو ووز خالد بن الوليد من يكون، هو ووز بدل وات دي هو. المهم هو was خالد بن الوليد، هنقول he was famous Muslim leader، leader يعني قائد، leader جاء من lead يقود. he was لقد كان famous Muslim، مسلم مشهور جدا، leader قائد مسلم مشهور، and prominent fighter، prominent fighter يعني مقاتل آخر كلام، تمام، يعني مقاتل بارع. ماشي. يبقى he was a famous Muslim leader، he was a famous Muslim leader، احفظ معايا، he was a famous Muslim leader، كان and a great، عايز تشيل كلمة prominent وتحط بدلها great fighter، ماشي صح، تمام، great fighter يعني محارب رائع برضو، مفيش أي مشكلة فيها، تمام. يبقى he was a famous Muslim leader and a great fighter، ومحارب عظيم، ماشي. طيب بعد كده بيقول لك who was خالد's father، من يكون ابو خالد؟ خالد's father دي ابوستروف اس الملكيه، ابو خالد اسمه ايه؟ هو طبعا اسمه الوليد ابن المغيره، he was الوليد ابن المغيره، عشان كده هو اسمه خالد ابن الوليد، يبقى ابوه كان الوليد ابن المغيره، ماشي. who was بيقول لك who was يعني من يكون الوليد ابن المغيره، تمام. طبعا هنقول he was one of the richest men of Quraysh، واحد من اغنى اغنياء قريش. one he was one of the richest men of Quraysh، he was one of the richest men of Quraysh. احفظ معايا الاسئله دي عشان هسال بعد ما الصفحه تخلص. did يعني هل خالد have to learn، اضطر ان هو يتعلم a trade، التجاره، like other young men and why، هل هو اضطر ان هو يتعلم التجاره، يتعلم التجاره have to learn
اتريد يعني التجاره لايك اذر يانج مان، زي ما انتم عارفين ان زمان كانوا بيعلموا التجاره للشباب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ذات نفسه اشتغل في التجاره. نو هي ديدنت، لا تمام. قال لك خالد بن الوليد طبعا كان ابوه غني، فليه هو ما عملش تجاره؟ قال لك نو هي ديدنت، ما اشتغلش في التجاره. because of being a son of a wealthy man، لانه كان because of being لكونه a son of a wealthy man، او ممكن تقول ايه ان ابوه كان غني تمام. because he have he has a wealthy father، لانه كان عنده اب غني ماشي. يبقى no he didn't because of being a son of a wealthy man، لانه كان لانه كان ابن لاب غني جدا. بعد كده بيقول لك when did خالد بن الوليد come to be known as a prominent fighter. prominent fighter بيقول لك what when يعني متى did خالد بن الوليد عرف come to يعني عرف come to be known as عرف ك a prominent fighter. امتى عرفوا ان هو محارب قوي؟ في معركة ايه؟ at the battle of احد يعني في غزوة احد. battle of احد يعني غزوة احد ماشي. يبقى عرفوه امتى ان هو كان مقاتل رائع؟ طبعا هنقول في battle of احد. battle of احد at the battle of احد يعني في غزوة احد ماشي. who was he fighting against at that time يعني من الذين كان بيقاتل ضدهم تمام. كان بيقاتل طبعا هو كان بيقاتل قصاد مين؟ كان كافر ساعتها. he was fighting يعني كان بيحارب against الله السيل بروفيت يعني نبي الله. الله السيل بروفيت نبي الله الخاتم and ابسل محمد نبي الله الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. he was fighting against يعني ضد الله السيل بروفيت الله السيل بروفيت محمد بيس بي ابو نهام ماشي. كان ساعتها بيقاتل ضد الايه؟ المسلمين. what was muslim archers fatal mistake at the battle of احد. ما هو خطا الرماة الخطا الفيتل؟ فيتل دي يعني القاتل الخطا اللي اتعمل خطا فادح يعني فيتل فيتل مستيك. لك what was muslims archers archers ده الرامي اللي هو عارف انت الرامي اللي بيرمي السهم اسمه arch، وarch لوحدها معناها سهم arch، لكن archers اللي هي archers اللي هي الراميين بتوع السهام. fatal mistake الخطأ القاتل at the battle of احد في غزوة احد عملوا خطأ ايه تمام. لم يسمعوا كلام سيدنا محمد طبعا that they forgot هم نسيوا prophet محمد's instructions تعليمات النبي محمد. محمد's instructions يعني تعليمات النبي أبصر في اسم الكي. and left their positions وسابوا تركوا أماكنهم left their positions and hurried to collect the spoils وجريوا عشان hurry يعني أسرع hurried to collect the spoils أسرعوا اللي عشان يلموا الإيه الغنائم اللي هي spoils ماشي. يبقى هم forgot نسيوا Prophet Muhammad's instructions. Instructions يعني تعليمات. And left their possessions. وسابوا البوزيشنز الأماكن. And hurried to collect their spoils. وأسرعوا عشان يلموا الإيه؟ الغنايم. Where was خالد بن الوليد stationed؟ Stationed يعني اتمركز فين؟ تمام؟ خالد بن الوليد اتمركز فين بقى؟ يعني لما حصل الموقعة دي قال لك behind the Muslim army خلف جيش المسلمين. behind the Muslims army خلف جيش المسلمين يعني وراهم وضربهم من ورا لما في غزوة أحد نطوا أما هو لف الجبل وجي من وراهم اتمركز من وراهم behind the Muslim army وساعتها يعني خسرنا احنا الغزوة دي. behind the Muslim army did خالد بن الوليد تمام. بعد كده عندنا ايه احفظوه. طيب اول سؤال ده عشان مهم. السؤال بتاع 11 بيقول لي did خالد بن الوليد هل خالد بن الوليد seize the opportunity. opportunity معناها الفرصة. seize يعني استغل او انتهز. seize the opportunity and attack the Muslim هل استغل الفرصة وهاجم المسلمين؟ نقول ايه yes he did. ايوه هو كده. يبقى سيز استغل الفرصة. يبقى لو عايز اقول خالد بن الوليد استغل الفرصة وهاجم المسلمين اقول ايه خالد بن الوليد
seize the opportunities as opportunity and attack the Muslims وهاجم المسلمين. تمام؟ اللي هو سألك بديت بتقول له yes he did. Where the Muslim completely تمام؟ Where the Muslim the Muslims completely defeated يعني كانوا بيدافعوا ولا سوري هل هزم ديفيت يعني يهزم هنا هل كان المسلمين هل هزم المسلمين بالكامل completely defeated هزموا بالكامل تمام where the Muslims completely defeated نقول no they weren't لم يهزموا بالكامل no they weren't تمام where the Muslims completely defeated no they weren't defeat يعني يهزم ماشي where the Muslim completely defeated يحفظ defeated يعني يهزم نقول no they weren't how was خالد بن الوليد known كان معروف بإيه خالد بن الوليد he was known كان معروف the sword of Allah بسيف الله المسلول ده بعد الإسلام طبعا he was known the sword of Allah خالد بن الوليد سيف الله المسلول that led to the victory and the expansion of Islam without mentioning the name of the famous Muslim leader خالد بن الوليد لا أحد يستطيع أن يقص الأحداث التي أدت إلى انتصار المسلمين بدون ذكر خالد بن الوليد his father al-Walid ibn al-Mughira was a wealthy man wealthy man يعني رجل غني so خالد didn't have to learn لم يضطر أن هو يتعلم didn't have to learn trade to earn his living and spent his day reading تمام لذلك هو ما تعلمش التجاره عشان المعيشه تمام عشان يعني يكسب قوت عيشه يعني لما ترى خالد تعلم حرفه من الحرف ليكتسب ايه رزقه وكان يقضي يومه في الرايدنج اللي هو ركوب الخيل رايدنج هورسز اند ريسنج والخيل السباق اند براكتسنج ذا ارتس اوف فايتنج تمام وكان بيمارس المقاتله فنون القتال and wrestling تمام والمصارعه اللي هي wrestling and that is why وهذا هو السبب he became a powerful and a brilliant warrior يعني قوي محارب warrior تمام جاي من war لوحدها يعني حرب warrior يعني مقاتل brilliant warrior يعني محارب جبار و powerful يعني قوي became يعني اصبح And that's why he became a powerful and brilliant warrior. ماشي؟ بعد كده قال لك he became a brilliant fighter. أصبح brilliant fighter يعني محارب رائع at the battle of Uhud في غزوة أحد. But at the time he had not yet adopted Islam. ولكن ما كانش لسه إيه اعتنق الإسلام. قلنا adopted معناها يعتنق. And he was fighting against Allah's seal prophet and apostle Muhammad. Peace be upon him. And his followers. Followers يعني أتباع النبي صلى الله عليه وسلم followers اللي هم الصحابة companions. It is well known that it was through the fatal mistake of the Muslims archers at the Battle of Uhud. بيقول لك وده كان طبعا من المعروف it's well known من المشهور جدا إن كان من خلال the fatal mistake الخطأ القاتل إن the Muslims archers اللي رمات السهام بتوع المسلمين عملوه في Battle of Uhud في غزوة أحد who forgot the prophets والذين هو هنا عايد عليهم الذين forgot the prophets instructions نسيوا تعليم النبي when victory was at hand عندما كان النصر في اليد يعني كان النصر في ايدينا لو هم فضلوا في الجبل كنا كسبنا and left their possessions وتركوا مواقعهم to collect the spoils عشان يجمعوا الspoils الغنائم that Khalid who was stationed behind the Muslims army وخالد كان مستني ورا جيش المسلمين seized the opportunities واستغل الفرصة seized الماضي من seized the opportunity and attacked هجم the Muslims على المسلمين and had it not been for Allah's support he would have defeated them completely وبيقول لك ولولا عناية الله and had it not been for Allah's ولولا عناية الله تمام Allah's seal prophet he would have defeated them completely كان غلبهم بالكامل لولا علاية الله كان غلبهم بالكامل معنى كان هو لم يغلبهم بالكامل تمام دي كان السلكت الاولانيه عشان اتمنى تكون سهله تاكت براعه ريبريزنتد
النائب represented أو مثلت ينوب عن. بعد كده interpretation تفسير interpretation، عارف أنت زرار الانتر انتر تمام، بس هنا طبعا دي بالاي. interpretation احفظها كده interpretation يعني تفسير. vegetation vegetation. بعد كده عندي wandering يتجول أو يمشي بالA. wandering و و wandering 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 لو بالO يبقى يتعجب. بعد كده عندي declared أعلن declared declared fought الماضي من fight يحارب حارب. بعد كده عندي barren يعني مجدب أو قاحل، حاجة وحشة يعني. بعد كده desolate يعني حاجة موحشة برضو. replace vision رؤية أو إبصار. plantation يعني اللي هو الزرع. conquered conquered يعني غزا. conquer يعني يهزم أو يغزو. conquered غزا. يقول لك الهيسيتيشن التردد. hesitation 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 يعني تردد تمام. نقرا الاسئله الاول بعد كده نقرا. بيقول لك who fought against the Muslim، من الذي قاتل هو من الذي fought against the Muslims، مين قاتل ضد المسلمين؟ طبعا هنقول له خالد بن الوليد. how كيف did خالد fight against the Muslims، كان بيقاتل المسلمين ازاي؟ with courage and tact، بشجاعه وببراعه. tact اللي هو يقول لك الواد ده عنده tact تمام، يعني with courage and tact. with courage courage يعني شجاعه and tact يعني ببراعه. what drew the prophet's attention to خالد، ما الذي لفت انتباه الرسول ناحية خالد؟ what drew the prophet's attention to خالد، اللي لفت انتباه النبي صلى الله عليه وسلم ان هو كان his courage شجاعته and tact وبراعته. his courage and tact. what did prophet محمد say to الوليد، قال له ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال للوليد ايه؟ he said why faith had not conquered the heart of that brave man. تمام، قال له ايه؟ لما لم يدخل الايمان قلب هذا الرجل. تمام، why faith had not conquered the heart of the brave man. تمام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان نفسه انه خالد بن الوليد يدخل الاسلام، فقال له why faith had not conquered to your heart، لقلبك، ليه الايمان ما دخلش قلبك. تمام، طبعا الكلمات دي اثرت جوه خالد بن الوليد جدا. تمام، he said why faith had not conquered the heart of that brave man، هذا الرجل الشجاع. بعد كده قال لي بما اخبر الوليد اخوه، الوليد بن المغيرة راح قال لاخوه what did الوليد خالد بن الوليد tell his brother. تمام، بما اخبر الوليد اخيه، قال له ايه؟ what Allah's prophet had said، بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. what Allah's prophet had said، had said يعني قال، ما تجيش تحفظ في what Allah's prophet وتنسى had said، لان هي دي had said هي الاجابه اصلا. what Allah's prophet had said، بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وات هنا معناها ما أو الذي، مش معناها ماذا. how did he see himself in the wonderful vision، كيف رأى خالد نفسه في الرؤية، لأن خالد بن الوليد طبعا حلم رؤية، ورؤية يعني في المنام يعني، وشاف الرؤية دي حاجة. تمام، تعال نشوف. he saw himself wondering wondering، شاف نفسه بيتمشى in a desolate land، في أرض قاحلة. he saw himself leaving the barren desert and entering a vast area of green land full of fruit and vegetation. تمام، والله القصة دي رائعة بصراحة. بيقول لك إن هو شاف نفسه بيتجول في أرض قاحلة
ديزوليت لاند يعني ارض قاحله، ديزوليت لاند، وشاف نفسه ليفينج بيغادر، ليف يعني يغادر، ذا بيرن ديزرت الصحراء الجرداء، بيرن ديزرت اند انترينج، وبيدخل افيست اريا، بيدخل مساحه واسعه، اوف جرين لاند وارض خضراء، فول اوف فروت مليانه فروت فواكه، اند فيجيتيشن وبالخضره والفواكه، فروت اند فيجيتيشن، فيجيتيشن اللي هي الخضره. تمام، دي الروايه اللي خالد بن الوليد شافها. تمام، ويعني هو الروايه دي كناها ان هو بيسيب الكفر ويدخل في الايه، في الايمان. تمام، بيقول لك what did the green land represent، الارض الخضراء دي كانت تمثل ايه في الروايه، في الرؤيه اللي شافها، represent، it represented faith، مثلت الايمان، ان هو اول ما يؤمن هيدخل في الايه، في الارض الخضراء، it represented faith. where did خالد travel، بيقول لك خالد سافر فين، then what did he do، خالد سافر فين، راح فين، وبعد كده ماذا هو فعل؟ to المدينة، ليه سافر للمدينة، ليه؟ he met Allah's prophet محمد، عشان قابل النبي صلى الله عليه وسلم، and declared، وأشهر أو أعلن، declared يعني يعلن، his belief in Islam، وأعلن إسلامه. تعال نقرأها هنا وبعد كده تحلو. قال لك خالد fought against the Muslims، خالد قاتل ضد المسلمين، in several other battles، في مواقع، في غزوات كثيرة، with courage and tact، شجاعة وبراعة، courage and tact، which drew the prophet's attention، والذي لفت انتباه النبي صلى الله عليه وسلم to him، that he talked to خالد's brother الوليد، who had already embraced Islam، النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم مع مين؟ مع اخو خالد. يبقى اتكلم اخو خالد، ما كلمش خالد بقى، اتكلم صلى الله عليه وسلم مع اخو خالد وقال له يعني يعني كان وصل له رساله ان هو يدخل الاسلام يعني مع اخوه. هو هاد اوريدي امبريس الاسلام، واخو خالد راح بلغه. اند وندرد واي فيث، وتعجب لماذا الايمان، النبي صلى الله عليه وسلم وندرد تعجب، واي فيث للايمان، هاد نوت كونكرد، لم يتغلغل ويدخل the heart of that brave man، في هذا الرجل الشجاع الوليد. طبعا النبي كان بيتعجب، مش ان هو مش عارف، لا، كان اللي هو بيأمل، زي ما كان يأمل ان عمر بن الخطاب يخش الاسلام كده. الوليد told his brother، طبعا اخو خالد بن الوليد قال لاخوه، what Allah's prophet had said، اللي النبي قاله، خالد had wonder، وبعد كده جه لسيدنا خالد بن الوليد رؤية بقى بعد ما اخوه بلغه، خالد had wonderful vision، شاف رؤية، in which he saw himself، شاف نفسه، wondering، wonder يعني يتمشى، لكن wonder يتعجب، wondering in a desolate land، في أرض قاحلة، where there was neither water، ما كانش هناك ولا مية، nor plantation، ولا زرع، but suddenly he saw himself، ولكن فجأة هو شاف نفسه، leaving that barren desert، بيغادر الصحراء القاحلة، and entering a vast area، وبيدخل vast area of green land، في أرض خضراء، full of vegetation and fruit، مليانة vegetation and fruit. The vision، الرؤية، had both one interpretation، كان ليها تفسير. The green land، الأرض الخضراء، represented faith، مثلت الإيمان، that would soon fill his heart، اللي قريبا هيملأ قلبه. and replaced the darkness، وبدلت، replaced يعني بدل، the darkness، الظلام، with disbelief، عدم الإيمان، with hesitation، without hesitation، من غير تردد. خالد traveled to مدينة، خالد سافر للمدينة، where he met، وهناك قابل Allah's seal prophet محمد peace be upon him، قابل سيدنا محمد، and declared يعني أعلن his belief in Islam، أعلن إسلام. ماشي، بعد كده غزوة بدر. غزوة بدر طبعا مش صعبة، The Battle of Badr. طبعا عندنا principles اللي هي المبادئ، immigrants المهاجرين،
immigrants properties اللي هي الممتلكات properties seize يستولي على أو ينتهز الفرصة settle in يستقر في laden caravan اللي هي القافلة المحملة concepts مفاهيم force make up for immigrated planned for prestige يعني هيبة أو احترام بعد كده عندي severely يعني بقسوة أو بشدة restore to يستعيد restore to ماشي نقرأ بسرعة the battle of Badr was the first great battle in the first great victory in the history غزوة بدر تعتبر أعظم غزوة وأعظم انتصار في التاريخ of Islam في تاريخ الإسلام it took place on Friday لقد حدثت يوم الجمعة took place يعني حدثت the 17th of Ramadan في 17 من رمضان تحفظ المعدة كويس on Friday the 17th of Ramadan in the second year of Hijra في العام الثاني من الهجرة the unbelievers الكفار of Quraysh had hurt the small group of the believers severely because of their faith and forced them to leave their city Mecca بيقول لك طبعا لقد أذى كفار القريش المؤمنين بسبب إيمانهم تمام وأرغموهم على ترك المدينة مكة وإن هم هاجروا طبعا they immigrated يعني هاجروا immigrated يعني هاجروا to مدينة leaving their homes and properties وتركوا leaving يعني غادروا وسابوا their homes بيوتهم and properties وممتلكاتهم بيقول لك one day the Muslims heard that a richly laden caravan led by Abu Sufyan would pass near Medina on its way back from Syria to Mecca. بيقول في يوم ما بقى المسلمين سمعوا ان في قافلة caravan اللي هي قافلة caravan led by هتمر من على محملة اللي هي مقادة من أبو سفيان بواسطة أبو سفيان pass near هتعبر من الايه من المدينة on its way وهي راجعة back from Syria وهي راجعة من سوريا to A to Mecca عملوا ايه بقى المسلمين they decided to attack the caravan هم قرروا ان هم يهاجموا على القبيلة دي and seized the richest ويستولوا على الحاجات اللي فيها it carried to make up for their lost properties وعشان ايه يرجعوا ممتلكاتهم اللي هم سابوها هناك عشان يعوضوا اللي فقدوه من ممتلكاتهم يعني مش المسلمين هم اللي بدأوا being fully aware of the principles of Islam تمام and the concepts of faith that cared for right justice and muslim properties muslim planned for such as an attack to make up for their lost properties and to have their prestige restored to them بيقول طبعا ان المسلمين ما عملوش كده الا عشان المكانة بتاعتهم عشان يعيدوا ان هم خططوا للمهاجم ده عشان بس يعوضوا البروبرتيز الممتلكات اللي خسروها ويرجعوا their prestige احترامهم restore to them ماشي بيقول لي what was the first great battle ما هي اعظم غزوة victory واعظم نصر في الاسلام طبعا the battle of Badr غزوة بدر When did the Battle of Badr take place? حدثت إمتى غزوة بدر؟ هنقول طبعاً in the second year of Hijra في العام الثاني من الهجرة تحفظها صم in the second year تقولي in the second year of Hijra والهجرة بتكتب كده عادي أو بتكتب immigration عادي برضو who was almost in the state of war من كان محارباً يعني مين هم كانوا المحاربين was almost in the state of war تمام طبعاً المهاجرين the immigrants لان احنا عارفين في المدينه طبعا كانت مهاجرين وانصار المهاجرين هم اللي حاربوا the immigrants يعني مهاجر who had hurt the muslim immigrants how and why من اذى المسلمين وكيف ولماذا مين اذى المهاجرين وكيف ولماذا the unbelievers اللي هم الكفار of Quraysh تمام severely because of their faith كفار قريش عدة مرات sever يعني كثيرا severely يعني عدة مرات because of their faith عشان إيمان المسلمين طبعا يبقى the unbeliever of Quraysh severely because of their faith عشان إيمان what did the Muslim immigrants leave سابوا إيه تركوا إيه وراهم
their homes تركوا بيوتهم and properties وممتلكاتهم. What had those unbelievers forced them to do؟ على أي شيء أرغموهم الكفار أرغموا المسلمين عليه؟ To leave their city إن هم يسيبوا مكانتهم to leave their city مكة and their properties و طبعا وممتلكاتهم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وقف ساعتها وقال إيه؟ وبكى طبعا وقف على مكة وبكى وقال والله أنت لأحب البلاد إلى قلبي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. يعني النبي كان بيحب مكة جدا تمام، ويعني أخرج منها رغما عنه يعني صلى الله عليه وسلم، ولكن ربنا أيده بنصر من عنده وجبر بخاطره ورجعه مكة تاني ولكن منتصرا وحامل لواء الإسلام فيها ساعتها. Where did the Muslim immigrants immigrate? Immigrants اللي هم المهاجرين. Immigrate يعني يهاجر. بيقول ال immigrants المهاجرين immigrate فين؟ هاجروا فين؟ To مدينة، هاجروا إلى المدينة. Where is مكة؟ مكة فين بقى؟ مكة فين؟ In Saudi Arabia. Saudi Arabia يعني في السعودية. What did the Muslims hear one day؟ المسلمين سمعوا إيه بقى يوما ما هم في المدينة؟ That a richly laden caravan led by Abu Sufyan إن قافلة caravan led by أبو سفيان what pass. هتقول طبعا عايز تقول مش عايز تقول richly laden، هتقول that a caravan led by أبو سفيان would pass near مدينة from Syria to Mecca. بعد كده قال لك who lead the richly laden caravan، من كان قائد القافلة دي؟ طبعا أبو سفيان، وأبو سفيان بعد كده دخل في الإسلام أصلا. What did the Muslims decide to do? Why? ما الذي قرر المسلمون فعله ولماذا؟ المسلمين قرروا ان هم يعملوا ايه؟ طبعا to attack the caravans ان هم يهجموا على القافلة and seize the richest it carried ويستولوا على ما فيها to make up for their lost عشان يعوضوا make up يعني يعوض for their lost خسارتهم properties اللي هي الممتلكات بتاعتهم. What are Muslims fully aware of؟ ما الذي كان المسلمين على وعي به في غزوة بدر؟ They are fully aware كان عندهم وعي كامل of the principles بالمبادئ of Islam and the concepts ومفاهيم of the faith الإيمان that care for right التي تحفظ حقوق justice والعدالة and Muslims properties تحفظ حقوق وممتلكات المسلمين. تمام. بعد كده قال لي أبو سفيان learned about the Muslims، أبو سفيان عارف عن خطة المسلمين plans and was able to take his caravan وكان قادر إن هو ياخد القبيلة بتاعته اسمها إيه دي القافلة بتاعته safely by following a different route، أخد طريق تاني يعني سلك طريق تاني. But أبو جهل decided to attack the Muslims، أبو جهل بقى قرر إن هو يواجه المسلمين in the مدينة في المدينة. He led a large force خد قوة كبيرة from Mecca to the plain of Badr تمام about 90 miles southwest تمام جنوب غرب of Medina to defy the challenge the Muslim and to show them ان هو يوريهم that they were much stronger than them وكان عايز يتحدى يعني challenge the Muslim يتحدى المسلمين ويوريهم ان هو اقوى منهم. طبعا the Muslims were not frightened المسلمين ما كانوش خايفين طبعا when they heard that the force of the unbelievers was more than three times their number ما خافوش لما عرفوا ان قوة الكفار تلات اضعاف من المسلمين. They felt هم شعروا that Allah would be on their side هم شعروا ان ربنا هيكون في جانبهم as they were going to fight for faith and right لان هم بيحاربوا من اجل الايمان ومن اجل الحق. يعني the Muslim force بيقول قوة المسلمين the Muslim force consisted to of three يعني تكونت جيش المسلمين 313 men يعني 313 led by Allah السيل وكان قائدهم Allah السيل بروفيت محمد بيس بي أبو نهم النبي صلى الله عليه وسلم. The unbelievers army was more than 1000 وجيش الكفار كان أكثر من more than يعني أكثر من خد بالك حتة more than دي more than 1000 يعني أكثر من 1000 أكثر من more than 1000 من ألف رجل well armed men رجال مسلحون
among its leaders، وكان معاهم طبعا بين القادة بتاعتهم، were some of the most experienced warriors، كان فيهم محارب طبعا، محاربين قادة رأيان عندهم خبرة، under the leadership of أبو جهل، وكانوا تحت قيادة أبو جهل لعنة الله عليه. طبعا الحتة دي بيجي فيها أسئلة كتير، ما الذي علم به أبو سفيان؟ What did أبو سفيان learn about؟ about Muslims plan to attack the caravan. What was able to do؟ كان قادر إن هو يعمل إيه؟ He is able to take a caravan safely، كان قادر إن هو ياخد القافلة بأمان to Mecca by following a different route، إن هو اتبع طريق مختلف. What did أبو جهل lead and why؟ أبو جهل قاد إيه ولماذا؟ He led large force، led يعني قاد جيش قوي جدا كبير اللي هو مكون من 1000 to the plain of Badr، تمام، إلى سهل مكة، to the defy and challenge، عشان يتحدى المسلمين the Muslims. How far is Badr from Medina؟ بدر كانت بعيدة عن المدينة بإيه؟ تمام، 90 mil southwest of Medina، 90 ميل جنوب غرب المدينة. Why weren't the Muslims frightened؟ ليه المسلمين ما كانوش خايفين؟ As they felt، لأن هم شعروا that they were going to fight for faith and that Allah would be on their side، لأن هم شعروا إن هم طبعا رايحين يحاربوا من أجل الإيمان، والله وإن رب الله عز وجل بجانبهم. لو قالك how many men did the Muslim force consist of، كان يحتوي عدد جيش المسلمين عليه، تقول له تكتبها كده وكده 313 من، او تقول له 313 من، تكتب الاثنين. هو led the Muslim force، مين اللي كان قائد جيش المسلمين؟ بروفيت محمد بيس بي ابراهيم. كم عدد جيش المشركين؟ how many did the unbeliever army consist، هتقول over يعني اكثر 1000 من، over than 1000 من يعني اكبر من من 1000 راجل. ماشي، how were the men of unbelievers army، كانوا عاملين ازاي؟ كيف كانوا؟ they were كانوا well armed men، رجال مدربة جيدة، well armed men. Who was among the leaders of unbelievers army، من كان بين جيش المشركين؟ some of the most experienced warriors، يعني بعض من أمهر المحاربين، under the leadership of أبو جهل، تحت قيادة أبو جهل. تمام، قال لي the Muslim force could defeat their enemy through Allah's aid, support and power. المسلمين طبعا كانوا قادرين يهدموا الجيش الكفار، وده طبعا ليه؟ من خلال عون الله، aid يعني العون، support الدعم، and the power وقوة الله عز وجل، their faith and controlled discipline، طبعا من خلال الإيمان والنظام المحكم. Won them the aid, support and power of Allah. تمام، كسبوا طبعا بإيه؟ هما كسبوا one يعني كسبوا them، ده اللي خلاهم يكسبوا، النظام المحكم، their faith إيمانهم، and controlled discipline والنظام المحكم. يبقى إيه اللي خلاهم يكسبوا؟ their faith إيمانهم، and controlled discipline والنظام المحكم. Won them the aid, support and the power of Allah، وقوة الله عز وجل. بعد كده قال لي the Muslims won a brilliant victory، won يعني كسبوا، المسلمين كسبوا نصر عظيم جدا، many of the enemy leaders including أبو جهل وأمية ابن خلف، تمام، were killed، اتقتلوا، يعني أبو جهل اتقتل في الـ في الـ في الـ في الغزوة دي، and 70 تمام captives of war، وأسروا منهم 70 of war were taken، 70 captives of war were taken by the victorious Muslim، للمسلمين المنتظرين، خدوا ايه؟ اسروا 70 سوري. The battle of Badr clearly shows as how faith can make wonders، معركة بدر طبعا ورتنا ازاي كيف ان الايمان يصنع المعجزات، true وtruthful وright faithful، والايمان المخلص مسلم must always have faith، ان المسلمين دايما لازم يكون عندهم faith that Allah، ان ربنا will help them، سوف يساعدهم، and provide them ويزودهم with his power، بقوته سبحانه وتعالى، and support ودعمه، help and guidance، وبالقوة والإرشاد، المساعدة والإرشاد. hence تمام
they have to face all difficulties عشان يواجهوا طبعا كل الصعوبات بصدق متمسكين ومن ثم فهم يواجهون كل الصعوبات with truthful طبعا يكون عندهم truthful يعني صدق تمام adherence متمسكين to pillars of Islam بتعاليم الإسلام وبأركان الإسلام pillars pillar اللي هو ركن الإسلام pillars we have five pillars in Islam خمس أركان concepts of تمام وده طبعا ومفاهيم الدين concepts of piousness and righteousness righteousness يعني ال righteousness اللي هو الدعوة إلى الحق والعدل which call for right justice تمام steadfastness courage and fearlessness وعدم الخوف ماشي كل ده اللي دعا إليه الإسلام ماشي دي كانت آخر حاجة طبعا عندنا هناخد عليها الأسئلة بتاعتها وكده نكون خلصنا طبعا الجزء بتاع الإسلامك could the most طبعا انتوا هتريحوا شوية حلوين بتوع الإيه هتريحوا شوية حلوين بتوع علم لأن علم هياخد قصة تقريبا 3 أيام ورا بعض لأن علم القصة بتاعته طويلة شوية أو 4 أيام ورا بعض يعني بس هي في الأغلب هتخلص في 3 أيام إن شاء الله فانت الثلاث ايام دول هتخلصت فيهم الاسلاميك وهتخلصت فيهم المحادثات هتشتغلي على القطع والاسلاميك والمحادثات والباراجرافات ماشي يبقى ركز معايا هتعمل ايه هقول لك في الاخر بيقول لي could the Muslim force هل قوه المسلمين defeat the large enemy كان قادر على the large enemy force without almighty Allah's aid support and power من غير قوه الله وعون الله طبعا no it couldn't كان مستحيل how did the Muslims win Almighty تمام Almighty Allah has aid support and power كيف فازوا بعون الله تمام من خلال through their firm faith من خلال firm faith إيمانهم الكامل and controlled discipline والنظام المحكم did the Muslims هل المسلمين win a brilliant victory هل المسلمين كسبوا النصر انتصروا المسلمين yes they did ايوه هم فعل what happened to many of the enemy ماذا حدث لكثير من قادة الجيوش الكفار many of them were killed اتقتلوا were killed ده مبني المجهول including ابو جهل حتى ابو جهل غرف ده how many captives captives of war اللي هم الاسرى بتوع حرب were taken by the victorious muslims طبعا اتاخد حوالي 70 captives يعني حوالي 70 أسير 70 captives What does the battle of Badr shows ما الذي أظهرته غزوة بدر It shows how faith can work wonders كيف أن how faith كيف الإيمان يصنع المعجزات can work wonders قال لك how could the Muslim force قوة المسلمين defeat the large enemy force in Badr كيف استطاع هزيمتهم with Allah's aid بمساعدة الله عز وجل and the true belief والإيمان in his victory بنصر الله عز وجل who provide Muslim with help ما الذي ساعد المسلمين help بالsupport وبالpower وبالguidance وبالrealize their right rightful aims طبعا الله glory be to him ده اللي هو أمد المسلمين how do Muslim have to face all difficulties بيقول لك كيف واجه المسلمين الصعوبات how do Muslim have to face difficulties with truthful طبعا كل ده بالالتزام بتعاليم الاسلام تمام قال لي with truthful adherence to pillars of Islam pillars of Islam اللي هي اركان الاسلام الالتزام الصادق تمام adherence to pillars of Islam concepts تمام of piousness and righteousness الاسلام مفاهيم التقوى والحق what calls for right justice ما الذي يدعو إلى الحق what calls يعني يدعو for rights وjustice وstead fastness and courage and fearlessness اللي بيدعو إلى ده طبعا الإسلام the pillars of Islam أركان الإسلام هنقول له cornerstones of faith concepts of piousness and righteousness أركان الإسلام الأساسية ومفاهيم التقوى والحق